بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا، ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلمائنا والمسلمين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وارحمنا يا رب العالمين، وارحم مشايخنا وعلمائنا، وادخلنا في كل الأمور مدخل صدق، واخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وارحم أمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، واقض حوائجهم ويسر أمورهم واستر عيوبهم وبلغهم مما يرضيك آمالهم يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى في فقه السادة الشافعية، نفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. كنا في الجلسة الماضية تكلمنا على صلاة الجنازة. الميت حقه إذا مات أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وطبعا داخل معاه الحمل ضمنا ويحمل إلى الدفن. يبقى 5 حقوق للميت إجمالا هم 4: يغسل، وتكلمنا في الغسل، ويكفن، وتكلمنا في كيفية التكفين، ويصلى عليه ما زلنا فيها، وقلنا أنه يصلى عليه ويجب أن تبين أنها فرض، فهي فرض كفاية، فتنوي تقول نويت صلاة الجنازة على من حضر من أموات المسلمين فرضا. الله أكبر، يبقى لازم يبين الفرضية كويس. يا سائلي عن شروط النية: القصد والتعيين والفرضية. القصد والتعيين والفرضية، يبقى لازم تقصد تقول نويت صلاة، أدي القصد، الجنازة التعيين، على من حضر من أموات المسلمين، هنا عينته، على من حضر من أموات المسلمين، أدي التعيين، والفرضية تقول فرضا. ويسن إنك تبين إماما ولا مقتديا أو جماعة، فإن كنت إماما تقول إماما، وإن كنت مقتديا تقول مقتدي، وإن قلت جماعة صح من الإمام والمأموم، ولكن الإمام لا يأخذ ثواب الإمامة. يعني لو الإمام قال نويت صلاة الجنازة على من حضر من أموات المسلمين فرضا جماعة، الله أكبر، ياخذ ثواب الجماعة وما ياخذش ثواب الإمامة اللي هو زائد على ثواب الإمامة لأنه لم ينوه. واضح؟ والمأموم لو قال جماعة خلاص كأنه قال مقتدي، ياخذ الثواب عادي. يبقى الإمام يسن له أن ينوي الإمامة، يسن. ومتى تجب نية الإمامة؟ في الجمعة فقط، وإلا تبطل. يبقى في الجمعة فقط يجب على الإمام أن ينوي الإمامة، فإن لم ينوي الإمامة بطلت الجمعة وجمعة من خلفه، فعليه أن يصليها ظهر. واضح؟ لأنها لا تتأتى إلا جماعة، والجماعة تفتقر لإمام، فمن شروط صحة صلاة الجمعة أنها تكون جماعة، إنما صلاة أي صلاة أخرى تصح جماعة وتصح من انفراد، وبالتالي لو لم ينوي الجماعة في الجماعة صحت منفردا. واضح؟ إلا الجمعة، فلا بد أن ينوي الجماعة والإمام ينوي الإمام، عدا ذلك يسن أن ينوي الإمام عشان يأخذ الثواب الزائد. بعد التكبيرة الأولى، بعد التكبيرة الأولى ما فيش دعاء استفتاح في صلاة الجنازة، ما يقولش وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، ما يقولش أي دعاء من أدعية الاستفتاح، يا دوب يتعوذ ويقرأ الفتحة على طول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتح، الحمد لله رب العالمين، إلى آخره. كويس؟ ولا تجب الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، لكن يسن أن تكون بعد التكبيرة الأولى. فإن فاتته بعد التكبيرة الأولى لا يضر. دعا مثلا للميت بعد التكبيرة الأولى تمشي. بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا بعد الثانية. فلو فاتته بعد الثانية بطلت صلاته، الصلاة على النبي لا تعوض.
كويس، ولو لم يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة والصلاة على النبي بعد التكبيرة الثانية حتى يتأتى الأركان. كويس، بعد التكبيرة الثالثة هو دي اللي احنا واقفين عليها، ويدعو للميت بعد التكبيرة الثانية، وأقل الصلاة عليه اللهم صل على محمد، ده بعد التكبيرة الثانية الصلاة على سيدنا محمد، ويدعو للميت، ويدعو للميت. افرض مثلا أنت ويدعو للميت بعد الثالثة، ويدعو للميت بعد الثالثة بعد التكبيرة الثالثة، وأقل الدعاء للميت اللهم اغفر له وأكمل وأكمله مذكور، وأكمله مذكور في قول المصنف في بعض نسخ المتن، وهو اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن عبديك. طبعا لو ست تقول اللهم إن هذه أمتك، لأن مؤنث عبد أمة مش عبدة أمة، تقول اللهم إن هذه أمتك، يبقى هنا هتقول اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك، خرج من روح الدنيا أو روح الدنيا، تنفع بضم الراء أو فتحها مع خلاف في المعنى جائز في الاثنين، خرج من روح الدنيا وسعتها بفتح السين ويجوز كسرها وسعتها، ومحبوبه وأحباؤه، ويجوز تقول ومحبوبه وأحبائه عطفا على المجرور، ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به منا، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وأفسح له في قبره، وقه فتنة القبر وعذابه، وأفسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، وفي نسخة جثته يمكن أحسن شوية عشان ظهره وبطنه بالمرة بقى، ولا يتفس على الجنبين ويسيب ظهره وبطنه يكبس على صدره، ففي نسخة جثته جميلة عشان تاخد فوق وتحت ويمين وشمال، يبقى يتمطع براحته. طيب، وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين، ويقول في الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ويسلم المصلي بعد التكبيرة الرابعة، والسلام هنا كالسلام في صلاة غير الجنازة في كيفيته وعدده، لكن يستحب زيادة ورحمة الله وبركاته، والرجح لا يستحب وبركاته، لكن على أي حال حنقولها في الشرح. بعد ما يخلص صلاة على الميت يعمل إيه؟ يشيله يحمله وبعدين يدفنه ويدفن. إحنا النهاردة هنكمل الصلاة عليه وندفنه السبت الجاي إن شاء الله. خلاص، يبقى نتكلم. ويدعو للميت أي بخصوصه أو في عموم غيره، يعني ممكن تدعو الميت اللهم اغفر له وارحمه، ممكن تقول اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم ارحمهم، اللهم عافي أمة سيدنا محمد، هذه معنى في عموم المسلمين ممكن، أو في عموم غيره بقصده، فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات من غير قصده. نعم، يكفي في الصغير أن يقول، لو كان طفل صغير ميت وانت بتصلي عليه، يكفي فيه أن تقول اللهم اجعله لوالديه فرطا وذخرا وعظة واعتبارا وسلفا وشفيعا، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، ولا تفتنهما بعده، ولا تحرمهما أجره. وفي الصغيرة يقول اللهم اجعلها، بدل اجعله بقى اجعلها، ويجوز على فكرة في كله تأنس على اعتبار نسمة نفسي، يعني مش كده برضه؟ فيجوز تأنس في كله، يعني مش شرط تسأل الشيخ هو راجل ولا ست يا عم الشيخ، زي ما عوام المسلمين غاويين في كل ايه صلاة الاب، دي عوام شغل عوام، شرط خالص تقول اللهم اغفر لها وارحمها، طلع راجل يعني نفسه روحه، طلعت ست خلاص حلو وبرك سهلة، يعني الحكاية سهلة.
مش متوقفة على معرفة الذكورة من الأنوثة. لكن عوام المسلمين المصريين يعني جدعان كده حلوين درويش ما يضرش. وفي الصغيرة يقول اللهم اجعلها لوالديها فرطا وزخرا وعظة واعتبارا وسلفا وشفيعا، وثقل بها موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، ولا تفتنهما بعدها، ولا تحرمهما أجرها. ومحل ذلك في الوالدين الحيين المسلمين. لو كان أبو الميت الصغير ده مسلمين وأحياء، فإن كان ميتين أو كافرين أو كان أحدهما كذلك لم يدعو بذلك، بل يأتي بما يقتضيه الحال على الأوجه، خلافا لمن قال سواء فيما قالوه مات في حياتهما أم بينهما أم بعدهما، لأن العظة بمعنى الواعظ، وهو من الوعظ بمعنى تذكير العواقب. أصل الوعظ ده اللي يستفيد به الحي، فلو كانوا ميتين فقال لك حتى لو ميتين ينفع، باعتبار أن يعني الوعظ يؤدي إلى الثواب في الآخر، فكأنه إن لم يكونوا من أهل الحياة فالعظة هنا يعني إيه؟ يعني الثواب اللي هو ما يقتضيه العظة يعني. وهو من الوعظ بمعنى تذكير العواقب، وهذا لا يظهر بعد الموت إلا إن أريد به غايته، وهو الظفر بالمطلوب. ومعنى الفرط السابق المهيئ لمصالحهما في الآخرة، الفرط اللي هو السابق، تملي إيه؟ الفرط ده اللي هو واحد يسبق يعد المكان للي جاي بعده، ده اسمه الفرط. فكأنه يعني جعله فرطا يعني يهيئ لهم مكان جنتهما، هذه معنى الفرط. والذخر بالذال المعجمة الشيء النفيس المدخر، فشبه به الصغير لكونه مدخرا أمامهما لوقت حاجتهما له فيشفع لهما كما صح في الحديث. والعظة بمعنى الواعظ كما علمت، فهي اسم مصدر بمعنى اسم الفاعل. واعتبارا أي سبب اعتبار لهما، وسلفا أي سابقا فهو توكيد لمعنى فرطا، وشفيعا أي لهما يوم القيامة، كما ورد أنه يشفع في والديه فيدخلهما الجنة. وثقل به موازينهما أي بثواب الصبر على فقده أو الرضا به. ولا تفتنهما بعده أي بالكفر أو بالمعاصي. ولا تحرمهما أجره أي أجر مصيبته. ويسن أن يقول في كل من الصغير والكبير قبل الدعاء له اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وطلب المغفرة للصغيرنا لينال زيادة الدرجات، أستبتول اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وانثانا. طب والصغير ده ليه ذنوب علشان تقول اغفر له؟ فهمت ازاي؟ بعض الناس استشكلوا هذا لانه مالوش ذنوب، فبيرد عليهم. فلا يشكل بانه لا ذنب عليه، فقد كان صلى الله عليه وسلم وهو لا ذنب عليه يستغفر في اليوم والليل 100 مرة لينال بذلك اعلى درجات القرب. فلا حاجة لقول بعضهم وصغيرنا إذا بلغ واقترف الذنب، أي دي حنشصة. حنشصة بقى ملهاش لازمة. فهمت إزاي؟ أو المراد الصغير في الصفات لا في العمر. ولا يخفى مناسبة الإسلام للحياة. اللهم من أحييته منا فأحيينا أحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. فليه خلى الإسلام خاص بالحياة وخلى الإيمان خاص بالوفاة؟ لأن الإسلام هو الانقياد الظاهري. وهو الأعمال التكليفية، فده مرتبط بالحياة، مش كده برضه؟ أما الإيمان فده التصديق الباطني اللي به ينتفع الإنسان في الآخرة، فإذا انقاد في الدنيا بغير تصديق في الباطن لا ينتفع في الآخرة، فيناسب توفاه على الإيمان، فكل حاجة مناسبة لي. ولا يخفى مناسبة الإسلام للحياة ومناسبة الإيمان للوفاة، لأن الإسلام كناية عن الأعمال أو الانقياد، وعلى كل فهو في الحياة. والمراد الإسلام الكافي والإيمان هو التصديق القلبي النافع عند الله، ولا يكون كذلك إلا إن وجد عند الوفاة. قول بعد الثالثة أي وجوبا،
طبعا في قول من العلماء ان الاسلام والايمان حاجه واحده، ان الاسلام والايمان حاجه واحده بمعنى واحد، واستدلوا من القران فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين كده برضو في سوره ايه، في سوره الذريات، فقال لك يبقى الايمان والاسلام حاجه واحده، فلا فرق يعني. في علماء قال لك ان الاسلام والايمان حاجه واحده، في علماء تانيين قالوا لا، الاسلام هو ظاهر الانقياد والايمان هو التصديق القلب، كويس، فميزوا بينهم فلا بأس. ايوه، لا ما احنا قايلين الجلسه الماضيه لا ما بقاش جهرا، لا ده ساعات الانسان وهو بيقرا سرا اللي قريب منه قوي يسمعه بيقول ايه، بس فالتاني كان خلف النبي على طول فسمعه بيقول ايه لكن ما جهرش، فلا يجهر في صلاه الجنازه سواء صلاها ليلا او ايه او نهارا، لا يجهر خالص. ما في بعض الصحابه يقول لك سمعت النبي في صلاه الظهر يقرا والطور وكتاب مسطور، لانه صلى خلفه فسمعه، زي انت ما تسمع مثلا واحد وانت بتصلي جنبه في صلاه سريه بيقرا في سوره ايه، سهله يعني، مش معناه انه جهر لكن هو سمعه بس. وبعد الثالثه اي وجوبا، يبقى هنا يجب انه يدعو للميت بعد الثالثه حتى ولو دعا للميت بعد الاولى، يبقى هنا محل الدعاء للميت بعد التكبيره الثالثه دي واجبه، كويس. وبعد الثالثة أي وجوبا فلا يجزئ بعد غيرها كما علم مما مر، ولا يجب بعد الرابعة شيء بس يستحب، يبقى بعد الرابعة لا يجب شيء، لو بعد الرابعة وسلم ينفع، لكن يستحب بقى أنه يدعو لكل المسلمين ولنفسه ولغيره. قوله وأقل الدعاء للميت وسيذكر أكمله، أقل خالص اللهم اغفر له وارحمه، وبعدين الله اكبر السلام عليكم، بس حلو قوي اتأدت المسألة، لأن كل الدعاء الطويل ده بيدور حول المعنى ده، فهو قاله ده أقل الدعاء. وقول اللهم اغفر له أي مثلا فيكفي اللهم ارحمه ونحوه كاللهم الطف به، ويكفي غفر الله له أو رحمه الله أو لطف به أو لطف الله به، ولا بد أن يكون بأخروي، لازم بقى يدعي بدعاء أخروي، ما يدعيش بدعاء دنيوي وهو دلوقتي مقبل على الاخره، يدعي دعاء دنيوي مثلا يقول له يا رب اكله كباب ده هيدفن، واخد بالك، يا رب يشتري عماره ده هيدفن يا عم ده مش وقته، يا رب وسع له في رزقه ما خلاص انقضت دنيته، يبقى لازم لو دعا دعاء دنيوي يؤدي الى اخروي ممكن، زي اللهم اقضي عنه دينه لان الدين بيحاسب عليه في الاخره، فيبقى ده دعاء يؤدي الى اخروي، دعاء دنيوي يؤدي الى اخروي جائز، لكن الافضل يبقى دعاء اخروي خالص. فلا يكفي بدنيوي الا ان آل الى اخروي نحو اللهم اقض عنه دينه، ويقول اللهم اغفر له ونحوه، ولو في صغير او نبي، حتى ولو بيصلي على نبي. طب بيقولوا لنا ليه؟ لان احنا هنصلي على سيدنا عيسى ابن مريم، امه النبي هتصلي على سيدنا عيسى ابن مريم، فلازم نعرف احكام ازاي نصلي على نبي. فهمت ازاي؟ انت تقول لي طب هيجي نبي لأمة النبي يعني يصلوا عليه؟ اه سيدنا عيسى، سيدنا عيسى ما زال حيا وان شاء الله هينزل في اخر الزمان اللي احنا قربنا له خالص، وبعدين يقتل المسيح الدجال، وبعدين يعيش فتره ويتجوزه كمان، يتجوز لم يتزوج بعد وهو حي في السماء، فينزل ويتزوج وبعدين يعيش ما شاء الله له ان يعيش، ويكسر الخنزير ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم حكما قسطا عدلا بالإسلام ويقضي على اليهود بالكلية، وما يبقاش في الأرض إلا مسلم أو كافر، لأنه هو لما ينزل سيدنا عيسى النصارى كلهم المتعلقين به هيلاقوا مسلم فيسلموا، واليهود لسه متشبثين يموتوا تقوم الحرب الأخيرة، فما يبقاش يهودي على الأرض، وما يبقاش على الأرض إلا كافر أو مسلم، خلاص الحكاية سهلة، وبعدين يعيش معانا ما شاء، وبعدين يموت ويدفن بجوار نبينا في مقصورته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ولما يموت سيدنا عيسى هندعي له برضه، فيبقى ايه، ما تفتكرش ان المشايخ لما يكتب لك ولو نبي انه بيقول اي كلام سفسطة، لا ده وراها علم، ورا الكلمة دي علم،
ولو في صغير أو نبي، لما علمت من أن المغفرة لا تقتضي سبق الذنب. قوله وأكمله، أي الدعاء للميت. وقوله مذكور في قول المصنف في بعض النسخ، أي حملا على حفظه، وإن كان لطوله لا يليق بهذا المختصر فلذلك تركه في بعض النسخ الأخرى. يعني في بعض النسخ، لأن طبعا الغاية والتقريب ده مختصر للأطفال، فمعظم النسخ المختصرة ما جابوش الدعاء الطويل ده، جابوا أقله وخلاص، تقول اللهم ارحمه وخلاص. لكن في نسخ تانية جابت الدعاء الطويل في بعض النسخ، فعلشان كده هو جاب الطويل وشرحه. قول اللهم، أي يا الله، الميم اللي هي اللهم مكان ياء النداء، مكان حرف النداء، لما حذفنا حرف النداء جبنا الميم في الآخر، ودي خاصة بلفظ الجلالة بس. اللهم يعني يا الله، فلا تدخل الميم للنداء إلا على لفظ الجلالة الله، أي يا الله. فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم كما هو المشهور. قول هذا عبدك، أي هذا الميت الحاضر المتذلل والخاضع لك. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقوله وابن عبديك، المراد بهما أبو الميت وأم، اللذان هما عبدان لله تعالى، بمعنى أنهما متذللان وخاضعان له كما علمته من سابقه. هذا إن كان له أب، فإن لم يكن له أب كسيدنا عيسى أو ابن الزنا، ما نعرفش أبوه مين ومات، ابن زنا ومات ملوش أب ما نعرفوش، أو سيدنا عيسى ملوش أب أصلا. قال فيه وابن أمتك، يبقى في الحالة دي يقول وابن أمتك، وهذا في الذكر. يبقى اما يجي على سيدنا عيسى ويقول وابن عبديك ما ينفعش، لان سيدنا عيسى ابن مين؟ ابن ستنا مريم بس، مش كده؟ وابن امتك، وهذا في الذكر. واما الانثى فيقول فيها هذه امتك وبنت عبديك ان كان لها اب، فان لم يكن لها اب كبنت الزنا فالقياس ان يقول وبنت امتك. وفي الخنثى اللي احنا عارفينه لا امه ولا عبد، لا ذكر ولا أنثى، مش عارفينه، الخنثى، يقول هذا مملوكك، هذا مملوكك وولد عبديك. هذا إن كان له أب، فإن لم يكن له أب ابن زنا مثلا قال وولد أمتك. ويجوز التذكير مطلقا على إرادة الشخص، لأن الأبوة لا تثبت في الزنا، خد بالك، حتى لو هي عارفة مين اللي زنى بيها ما يبقاش أبوه برضه، لأن الأبوة اللي بيثبتها العقد مش الماء مش المني، اللي يثبت البنوة العقد، واضح؟ خلافا للصحفيين يقول لك نعمل له مش عارف جينوم ونعمل مين ونشوف، علشان لو ثبتنا فعلا ان ده متخلق من مني فتان يعني يبقى ده ابوه، ابدا ما ينفعش يبقى ابوه الا اذا كان هناك عقد او شبهة عقد عشان يثبت النسب، واضح؟ فاللي بيثبت النسب العقد مش الماء، لأن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب، هدر ولا ينبني عليه أحكام، لأن النسب بينبني عليه أحكام حل وحرمة وإرث وغير ذلك، مش كده؟ وينبني عليه حرمة النسب بقى، إن يبقى أولاد الراجل ده صاحب هذا الماء إخوات الولد ده، ويبقى إخوات الراجل ده أعمامه، وبقى دخل في العيلة، ما يدخلش في العيلة بماء هدر، كويس؟ علشان كده يبقى ملوش أب، ابن الزنا ده ملوش أب خالص، يبقى اسمه إيه؟ عبد الله. ما يعترفش بيه، يعترف بيه يعني إيه؟ ساعة ما حملت به كانوا عاقدين ولا مش عاقدين؟ بس في عقد يبقى ابنه، حتى ولو الماء مش ماء. يعني افرض وعقد بها وسافر، فزنت هي وحملت الولد لصاحب العقد، شفت قد ايه؟ يبقى العبره بالعقد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فاللي يثبت النسب هو ايه؟ هو العقد. هتقول لي اصل ازاي ما هو سافر ده ما جمعهاش وحملت، ليه ازاي يثبته ليه؟
طب ما يمكن بعتت له الماني بتاع، بعت لها الماني بتاعه عن طريق اي حد محفوظ في مكان تخصيب بويضات، مش في عيال اطفال الانابيب؟ مش كده برضه؟ مش محتمل هو يبعته لها طرد، وبعدين يروح هناك في مكان اللي هو التخصيب الانابيب دي، اللي هي طفل الانابيب دي معموله في كل مراكز في مصر كتير وفي كل بلاد العالم، وتروح هي الدكتور يتابعها، ووقت التبويض يروح مدخل ماني الراجل تحمل، وهو قاعد في اخر الدنيا وهي هنا، مش ممكن؟ ويثبت له. يبقى مجرد حملها وهو بعيد عنها ليس دليلا على الزنا، لوجود احتمال انه يبقى من منية زوجها. يعني لو لم تعترف تبقى مش زانية. واضح؟ لو لم تعترف لازم تعترف، او شهادة 4 شهود. طب ما اعترفتش وما فيش شهادة 4 شهود، يبقى ابنه ده قاعد في استراليا وهي في القاهرة، ما يجراش حاجة ابنه. واضح؟ عشان تستقر الاحكام. طب امال الحقيقة يوم القيامة ايه المشكلة؟ الحقيقة دي يوم القيامة، لكن دي اصلا عشان احكام تستقر، والقضاء اصلا اتعمل علشان تستقر الاحكام والحياة تمشي، ويوم القيامة عشان ربنا يحق الموازين والحق بقى. واضح الحكاية؟ سهلة. الصحفيين مش فاهمين المواضيع دي، عشان كده يعملوا غوغائية، مش فاهمين الحكاية دي، فدي اسمها غوغائية. عشان كده ازاي يقول لك وان لم يكن له اب؟ وهو في واحد ملوش اب؟ اه ابن الزنا. حتى لو اعترف الراجل اللي زنى بيها ما يبقاش ابنه برضه. طب افرض عقد عليها وهي حامل، فوضعت بعد العقد ب6 اشهر، ينسب له يبقى ابنه. طب عقد عليها وولدت بعد اقل من 6 اشهر، لا ينسب له، لان اقل حمل صحيح 6 اشهر. واضح؟ سهله الحكايه. كان مرة الشيخ مين يا سيدي؟ كان مشهور بقليوبي، من مشايخ والدي عبد ربه سليمان، الشيخ عبد ربه سليمان، كان بيدي درس في الحسين، في مسجد سيدنا الحسين في الستينيات، وكان ما بيحبش الوهابية، طريقته كده طول، كان ايه قاعد طول النهار يرد على الوهابية، ومؤلف كتاب حتى مسميه فيض الوهاب، مطبوع كتاب لطيف رد فيه على الوهابية في حوالي 360 فرع بأدلة قوية عقلية، كان هو أدلته العقلية قوية جدا، يعني ما كانش يدور يرد عليهم بحديث عشان ما يقولوش ده ضعيف وده قوي وده مين رواه، يرد عليهم الأدلة العقلية. فالمهم الشيخ عبد ربه سليمان، الحكاية دي نقلا عن والدي هو اللي حكاها لي، لأنه كان بيحضر له. والدي كان مهندس معماري، يعني ملوش في الدين قوي، بس كان ايه مش في العلم يعني، لكن بيحب اهل البيت، وكان زور سيدنا الحسين كتير، فكان يلاقي الشيخ يدي فيقعد يسمعه. فتوثقت علاقتهم ببعض، وجاب الكتاب ده منه ولم يقراه، انا اللي قراته، هو بس احتفظ بيه في مكتبته. فالمهم يعني، فالشيخ عبد ربه سليمان واحد دخل عليه في مسجد سيدنا الحسين، ففي اخر الدرس يعني، فبيقول له مين قال لك ان سيدنا الحسين مدفون هنا؟ مفيش ما يثبت. قال له انت اسمك ايه يا ابني؟ قال له انا اسمي مثلا عبد الله محمد مثلا، اي اسم بقى. قال له طب ومين اللي يثبت لي انك انت ابن محمد ده؟ قال له امي اتجوزت ابويا. قال له يعني في وثيقه زواج؟ قال له اه. قال له وثيقه الزواج دي شاهد عليها 2 بس، فاثبتناك انك انت ابن ابوك. وسيدنا الحسين هنا مدفون، بيقول عليه، بيقول انه مدفون هنا ملايين ممليانه، يعني وجود سيدنا الحسين في هذا المكان اشد قوه واثباتا من نسبتك انت لابيك. انت بنقول عليك ابن ابوك ب2 بس، وسيدنا الحسين مدفون هنا ملايين ممليانه، على مر العصور بيقول لك مدفون هنا وشافوه في الرؤى، ولدرجه ان في عصر من العصور حفروا لما حصل خلاف بين بعض الأزهرية ومنصوص عليها، وقال لك طب نحفر وننزل اللحد علشان نشوف الرأس الشريف موجود ولا لا، ونزلوا وكتبوا في محضر من المحاضر أيام أحد سلاطين مصر من ولاد محمد علي، وقرأتها، ونزلوا فعلا ووجدوا إن في فعلا صينية من ذهب،
وإن عليها الرأس الشريف ومغطاة بجوخة خضراء. وطلع وصفوها، اتنين نزلوا، واحد خرس من شدة هيبة المكان ففقد النطق، والتاني طلع وصف وأثبتوها محضر ومضوا وعملوا، كانوا مشايخ كبار. ما هم اتنين اهم نزلوا تحت وشافوا وقالوا. فيبقى خدت بالك؟ فلما الشيخ عبد الرب سليمان قال للراجل ده كده، فبيقول لك الراجل ايه، قبل على ايده وتاب من وهابيته وبقى يزور سيدنا الحسين. لان تملي يقول لك انا ايه عرفني يعني ان سيدنا الحسين، يا سيدي ما جراش حاجه، افرض مش هنا، افرض حتى مش هنا، وانا تصورت ان هو هنا ورحت زرته محبه في النبي وقلبيته، يبقى انا خسرت حاجه؟ ما خسرتش حاجه. ابقى اشركت؟ ما اشركتش، فش حاجه يعني، مش قضيه يعني، ليست قضيه اصلا من القضايا الكبيره اللي هو يعني يعملها بتاع. لكن على اي حال مساجد، ان لو كده انت رايح لقبر وانت رايح لمسجد، انت رايح تزور القبر، واخد بالك؟ بس يبقى هنا لا تشد الرحال الا لثلاث مساجد، اي نذرا، اذا نذرت ان تصلي في اي مسجد من المساجد فلا تشد الرحال وفاء لنذرك الا للثلاث مساجد دي بس اللي ينعقد لها النذر للصلاة فيها، لإيه؟ لشرف المكان. إنما أنت هنا رايح مسجد سيدنا الحسين مش عشان مسجد، عشان تزور سيدنا الحسين. هو أصلا ما بيعملش نذر، بيقول النذر هنا بيعملوا إيه؟ يا رب لله علي أن أذبح ذبيحة وأذبحها لله، أقسمها للفقراء وثوابها لسيدنا الحسين. طب إيه المانع؟ مش أنت مش ممكن تذبح ذبيحة وتوزعها للفقراء على روح جدك؟ مش بتحصل ولا لا؟ مش بيوزعوا شريك على روح الاموات عشان ياخدوا ثوابهم؟ مش يجوز الصدقه عن الميت؟ طيب مين اولى، جدك ولا سيدنا الحسين؟ طيب حكايه سهله، انا بحب سيدنا الحسين قوي، فقلت والله هدي له هديه، لا اجيب عجل واذبحه وثوابه لسيدنا الحسين. يوم ما يقابلني سيدنا الحسين يلاقيني عملت كذا هديه ليه، يقوم يشفع لي يوم الايام، لان هم اهل فضل، واخد بالك؟ فايه المانع؟ وبعدين انا لما بذبحه بقول بسم الحسين ولا بقول بسم الله؟ طيب يبقى الذبح للميت يعني الذبح مش للميت يعني معناه باسم الميت، لا، يعني ان يكون ثوابه للميت، لان المسلم يذبح للميت يعني باعتقادي ان الثواب يعود له، هذه المعنى، لانها الكلام موجز. يقول لك انا هذبح لسيدنا الحسين، يعني هذبح ووزع واجعل الثواب لسيدنا الحسين، ما يجراش حاجه، كلام صحيح، صحيح شرعا قطعا، فوش حاجة، فيهاش أي مشكلة، صح ولا لأ؟ بس فالحكاية سهلة يعني. طيب هو الذبح للإنسان كفر؟ ها؟ طب ما سيدنا إبراهيم ذبح لضيوفه بنص القرآن، فراغ إلى أهله فجاء بذبح عظيم، بذبح سمين، مش كده برضه؟ وحنيذ وسمين، سمين عشان يبين لك سمنه، وحنيذ يبين لك شواه ولا سلقه، فطلع مشوا، يبقى مفيش تكرار في القرآن، يبقى هو جاب لهم عجل سمين وشواه ما سلقوهوش، حنيذ يعني مشوا، صح؟ يبقى مفيش تكرار في القرآن. يبقى انا لما اقول لك واذبح لك جوزين حمام، زي ما جدتنا كانت زمان تقعد ايه، هو هو ننا هو، واذبح لك جوزين حمام، تبقى اشركت عشان هتذبح لنا؟ يعني هذبح لك واكلهم لك ان كنت حي، طب وان كنت ميت ثوابهم ليك، وديهم للفقراء، ادي المعنى. كل المسلمين عارفين كده الا الوهابيه مش عارفين كده، ليه؟ لانه هو قاعد بالمرصاد عايز يكفر الناس، ادي الحكايه، بس بيتحين فرصه يكفر الناس. لكن انا عندي قرينه قويه ان المسلم لا يذبح للانصاب ولا للمشركين ولا للات والعز، المسلم بيعبد ربنا، فأنا عندي قرينة قوية إن المسلم لما يقول هذبح لسيدنا الحسين يعني ثوابه لسيدنا الحسين، بس كده واضحة. إيه القرينة اللي تخليني أعمل كده؟ إسلامه، إنه مسلم، فهمتني إزاي؟ فعندي قرينة صارفة عن الكلام، خصوصا إن العوام يحبوا يختصروا الكلام، واضح؟ زي ما يقول له أعتق عبدك عني بألف، أعتق عبدك عني بألف، يعني إيه؟ يعني أنا علي عتق رقبة، واحد ظهر من زوجته مثلا فعليه عتق رقبة، أو قتل خطأ فعليه عتق رقبة، أيام ما كان في رقاب وأنا ما عنديش رقبة، فأعمل إيه؟ وأنا صديقي ده عنده رقبة عبد، فأقوم أقول له إيه؟ أعتق عبدك عني بألف، يعني أنا أشتري عبدك منك بألف
واعتق انت لوجه الله عني. طب وانا عرفنا ده كله ازاي؟ مع انه هو يقول له اعتق عبدك عني بألف، يعني بعني عبدك بألف، فان قبلت فخذ الألف واعتقه. يبقى مختصرة كلها، ونص عليها الفقهاء، لان ممكن الانسان يختصر كده وتبقى مفهومة واضح سهلة. وهذه لأم سعد بعد وفاتها، يعني صدق عليها صدقة جارية. فاش حاجة، فاش حاجة خالص. ويجوز التذكير مطلقا على إرادة الشخص، يعني ممكن بقى ايه ما تسألش هو الجنازة دي راجل ولا ست، ممكن تذكر مطلقا اللهم اغفر له وارحمه، فإن كانت ست يبقى الشخص. طب ويجوز التأنيس مطلقا على اعتبار النسمة أو الروح، واخد بالك؟ اللهم اغفر لها وارحمها يعني روح، يبقى مش محتاج انك انت تسأل كل مرة ده راجل ولا ست، بطل بقى دي، خليك من أهل العلم. صح؟ سهلة؟ ويجوز التذكير مطلقا على إرادة الشخص، يعني اللهم اغفر له وارحمه، والتأنيس مطلقا اللهم ارحمها واغفر لها على إرادة النسمة. فإن كان اثنين مذكرين أو مذكرا ومؤنثا قال هذان عبداك وابن عبيدك، عبيدك، أو مؤنثين قال هاتان أمتاك وابنتا عبيدك، وإن كانوا جمعا مذكرا أو مذكرا ومؤنثا قال هؤلاء عبيدك وأبناء عبيدك، أو مؤنثا قال هؤلاء إماؤك وبنات عبيدك، ويراعي جميع ذلك فيما بعد إلا في قوله وأنت خير منزول به، وأنت خير منزول به، وأنت خير، وأنت خير منزول به. فيجب تذكير هذا الضمير وأنت، يذكره وإفراده، لأن الكلام موجه لإيه؟ للموصوف اللي هو الله، مش كده برضه؟ وإن كان الميت أنثى أو اثنين أو جمعا، لأنه ليس عائدا على الميت بل على الموصوف المحذوف، وتقديره وأنت خير كريم، وأنت خير كريم منزول به. فتعليل المحشي بقول أنه عائد على الله فيه نظر، لأنه عائد على الموصوف المحذوف، مش على الله، على الموصوف المحذوف اللي هو برضه يقوله إلى الله في الآخر. سهلة؟ وإن اشتهر، وإن اشتهر، فإن أنثه على معنى وأنت خير أنثى منزول بها كفر لاستلزام ذلك تأنيث الله تعالى. ما احنا عايلين انه لو اعتقد ان الملائكة انثى كفر، ولو اعتقد الذكور فسق. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، يبقى اعتقاد الانوثة في الملائكة كفر. طب ولو اعتقد الذكورة؟ لم ينص القرآن على كفرها، ولكن خلاف الواقع وخلاف الاجماع، يبقى فسق بس. يبقى الملك لا يوصف بالذكورة ولا بالانوثة، فان وصفه بالانوثة كفر، وان وصفه بالذكورة خرج عن الاجماع فسق. واضح؟ طيب. كفر لاستلزام ذلك تأنيث الله تعالى، او على معنى وانت خير ذات منزول بها لم يكفر، وكذا ان جمعوا على معنى وانت خير كرام منزول بهم برضو ما يكفرش. قول خرج اي هذا الميت، وقول من روح الدنيا بفتح الراء اي نسيم ريحها، ويصح دمها روح الدنيا، ويكون في الكلام استعارة بالكناية حيث شبهت الدنيا بشخص له روح، وطوى لفظ المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه على طريق الاستعارة بالكناية. وذكر الروح تخييل لأنها من خواص المشبه به، إذ هي جسم لطيف. هل الروح عرض ولا جسم؟ خلاف، خلاف، والراجح أنها جسم. هل الروح عرض أم جسم؟ عرض يعني إيه؟ العرض يعني نسب، مش المخلوقات يا إما عرض يا إما جسم يا إما جوهر، مش كده برضو؟ فالأعراض ضعيفة تحتاج إلى مكان تظهر فيه، زي الصفرة في الجسم، وزي الحمرة في الوردة، وزي النسبة، واخد بالك؟ نسبة الملك أو الطول أو القصر أو الوزن أو الحال، كل دي نسب، مش كده برضو؟ اسمها عرض. هل الروح عرض ام جسم؟ الراجح انها جسم، انا اميل لهذا، وهذا هو الراجح عند اهل السنة ان الروح جسم.
ولكن بعضهم وقلة منهم قالوا هي عرض لاحتياجها للظهور للجسم، واخد بالك؟ فهو خلاف لا يفسد للود قضية، لكن الوهابية أي خلاف يجعله خلاف عقائدي كفر بواح على طول، طالما ما بتقولش زي ما بيقول هو يبقى كفر بواح. هو بس ميزان الإسلام والإيمان لا يقبل الخلاف، دي مشكلة الوهاب. لكن الروح هل هي جسم ولا هي عرض؟ الراجح انها جسم، جسم لطيف، جسم لطيف، لطيف يعني لا يرى، ادي معنى جسم لطيف لا يرى، وعشان كده الروح محتاجة للجسم للظهور، والجسم محتاج للروح للترقي، فالاتنين محتاجين بعض. يبقى الجسم الروح افتقرت للجسم للظهور، والجسم افتقر للروح للترقي. سهلة؟ فلما دخلت الروح في الجسم عملت حاجة اسمها النفس. النفس سهلة الحكاية؟ والنفس صار محلها في الجسم، تتنفس في القلب، والقلب هو الإدراك الواعي المتعلق بمعرفة الله، محل تجلي الله في المسلم، في المؤمن، في الإنسان. القلب محل نظر الله، محل نظر الله من الإنسان هو قلبه. سمي قلب ليه؟ لأنه بيتقلب بين احتياجات الروح واحتياجات الجسم، فهو عايز يبقى حاجة حلوة قوي، والجسم عايز يبقى حاجة دنية قوي، فالجسم حيوانية شهوانية والروح عالية دراكة همتها عالية، تحب النقاء وتحب الطهر وتحب التقديس، واخد بالك؟ وعشان كده قال لك ايه، تيجي الخواطر النورانية في القلب. الخواطر تيجي من الله، نورانية انوار. البصيرة تبص في القلب، القلب محل الخواطر، يجي له خاطر ملكي، خاطر رحماني، خاطر شهواني، خاطر شيطان، أربع خواطر يخشوا على النفس، ها؟ على القلب. رحماني اللي هو من الله، وخاطر ملكي يعني من الملك، وخاطر شيطاني يعني من الشيطان، وخاطر شهواني يعني من النفس. كويس؟ أربع خواطر بس، ما فيش إلا هما، فيش لهم خامس. كويس؟ يقوم تيجي الأنوار في القلب، يقوم البصيرة، عين البصيرة اللي هي عين القلب، تميز بين الخواطر. يبقى النور محل الأنوار القلب، الأنوار اللي هو البيان، والبصيرة لها الحكم، والقلب له الإقبال والإدبار. سهلة الحكاية؟ لو الإقبال أو الإدبار، يلاقي شيطاني يدبر، يلاقي رحماني يقبل. فهمت؟ في كتاب حلو لسيدنا عبد الرحمن العيدروس اللي مدفون جنب ستنا زينب، وستنا زينب في الخارج كده، في مقامين في الخارج، سيدنا عبد الرحمن العيدروس وسيدنا ايه محمد العتريس اخو سيدنا ابراهيم الدسوقي الكبير، مدفونين مع بعض مش كده برضو؟ مقامين. سيدنا عبد الرحمن العيدروس ليه كتاب اسمه العرف الخاطر في معرفة الخواطر، مطبوع جميل. ومعرفة الخواطر هامة للمسلم كأهمية معرفته نواقض الوضوء، وإلا هيبقى عايش ملخبط في الدنيا، ما يعرفش متى يقبل ومتى يدبر، لأن الخواطر الأربعة شغالة في القلب في وقت واحد، مختلطة اختلاط شديد في وقت واحد. فعليك انك انت باستمرار تميز بعين بصيرتك، فتدرك، فتحكم، فتقبل او تدبر. فهمت بقى الحكايه؟ فربنا يعلمنا. فخلينا هنا على اي حال، احنا مش عارف ايه اللي خلانا نحود التحويده دي. فبيقول لك هنا ايه؟ كلمه ان الروح جسم لطيف، جسم لطيف. لطيف يعني ايه؟ يعني لا يرى. له سريان في البدن كسريان الماء في العود الأخضر،
وهو ممكن جسم يدخل في جسم يكونه جسم واحد. ممكن المية مش جسم والليمون جسم، تحطهم على بعض يعملوا ليمونات، صح؟ لا هي ليمون ولا مية، صح ولا لا؟ يبقى ممكن الجسم يدخل في جسم يعملوا جسم واحد في الاخر. هو ده اللي حصل، ان الروح دخلت في الجسد عملت حاجة واحدة، بني آدم اللي هو انت يا انسان، انت ايها الانسان، فهمت؟ يبقى الانسان مكون من اجسام متداخلة عملت منه كيان واحد. سهلة الحكاية؟ سهلة. طيب، إذ هي جسم لطيف له سريان في البدن كسريان الماء في العود الأخضر، وسعتها أي اتساع الدنيا، وهي بفتح السين، وحكى العلامة الدنوشري كسرها عن الصغاني. قوله ومحبوبه بالرفع مبتدأ، وقوله وأحباؤه بالرفع أيضا عطف عليه، وقوله فيها متعلق بمحذوف خبر، والواو للحال، والمعنى والحال أن محبوبه وأحباءه كائنون في الدنيا، أو بالجر فيهما على أنهما معطوفان على ما قبله، وقوله فيها متعلق بمحذوف حال، والواو للعطف، والمعنى وخرج من محبوبه ومن أحبائه، أي خرج من عندهم وفارقهم حال كونهم كائنين في الدنيا، ورسم أحباؤه بالواو في بعض النسخ يؤيد الأول، ورسم أحباؤه بالواو يؤيد الأول أنها على الرفع، ورسمه بالياء في بعضها يساعد الثاني على أنه بالجر أحبائه. والمراد بمحبوبه من يحبه الميت، طب وبأحبائه من يحب الميت، والضمير في محبوبه وأحبائه بالتذكير كما في بعض النسخ وهو راجع للميت، وبالتأنيث كما في بعضها الآخر وهو راجع إلى الدنيا، وهو الذي في الروضة وأصله. قوله إلى ظلمة القبر متعلق بخرج، والتعبير بالقبر جرى على الغالب، وإلا فقد لا يقبر، فقد لا يقبر. قوله وما هو لاقي، في واحد ما يقبرش، مات يا أخي في سفينة فضاء وعرفنا أنه مات، فصلينا عليه صلاة الغائب هنا، ويفضل داير كده في الفلك، وتبقى في سفينة الفضاء دي هي قبره، مش كده برضه؟ وقد يكون مات، وقد يكون في مات في مكان، يعني مثلا اكله حوت او اكلته السباع، فمالوش قبر، ما نعرفش هيقبر فيه، فممكن تدعي له لكن لا تصلي عليه لانه لم يغسل، يبقى لا نصلي صلاة الجنازة الا على من غسل، لكن لك ان تدعو له ان لم تصلي له صلاة الجنازة، تدعو له ما شئت. لكن احنا نقول صلاة الجنازة مشروطة بغسل الميت، فإن لم يغسل لا يصلى عليه، كالشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، مش كده برضه؟ طيب، وما هو لاقيه أي وإلى الذي هو لاقيه من الأهوال وغيرها، فالأولى كفتنة القبر، حتى قيل إن الشيطان يقعد في جانب القبر عند قول الملكين من ربك، فيشير إليه بأن أنا فيتبعه، الشيطان يبقى قاعد كده، الملك يقول له من ربك؟ الشيطان يعني الكافر بقى ايه متلخبط، يشاور له على طول يروح في ده، ربنا يثبتنا بأن أنا، فيتبعه المنافق ليعذب دون من يثبته الله بالقول الثابت، اللهم اجعلنا منهم وأحبابنا والمسلمين. والثانية كالجزاء على العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فاللفظ يتناول ما يلقاه في القبر وما بعده. قوله كان يشهد أن لا إله إلا أنت إلى آخره، أي في الظاهر، وقوله أنت أعلم به منا، أي في الباطن، إحنا لينا الظاهر لكن أعلم بما أنت، كأنك أنت لا تتألى على الله، مسلم الأمر لله، مفوض الأمر لله. والمقصود به تفويض الأمر إليه تعالى خوفا من كذب الشهادة في الواقع، اللهم إنه نزل بك أي يا الله، إن الميت صار ضيفا عندك فأكرمه، فالمقصود بذلك التمهيد للشفاعة ليحصل الرفق والرحمة منه سبحانه وتعالى بالمشفوع له، فينشأ من ذلك قبول الشفاعة، فاندفع بذلك ما يقال ما فائدة ذلك مع أن الله تعالى يعلم ذلك كله. يعني إيه فائدة المقدمة دي كلها؟ ده حسن تأتي، خطاب لله حسن تأتي بس. وأنت خير منزول به، أي والحال أنك أعظم كريم منزول عنده، فالواو للحال، وخير أفعل تفضيل، وأصله أخير، حذفت همزته لكثرة الاستعمال، وتقدم أنه يجب تذكير هذا الضمير،
وإفراده مطلقا لأنه ليس عائدا على الميت بل على الموصوف المحذوف، خلافا لقول المحشي بأنه عائد على الله. قوله وأصبح فقيرا إلى آخره، أي وصار فقيرا إلى آخره، والمراد أنه صار فقيرا إلى رحمته شدة الافتقار، فلا ينافي أنه كان فقيرا إلى رحمته تعالى قبل الموت أيضا. وقوله أنت غني عن عذابه، إذ لا يعود عليه تعالى من عذابه نفع كما لا يعود عليه تعالى منه ضرر. قول وقد جئناك أي قصدناك، وقول راغبين إليك أي حال كوننا متوجهين إليك مريدين لإحسانك، وقول شفعاء له أي حال كوننا شفعاء لهذا الميت، وشفعاء جمع شفيع من الشفاعة وهي التوجه إلى المشفوع عنده وطلب الخير للمشفوع له. قول اللهم إن كان محسنا أي بعمل الطاعات والأعمال الصالحة، وقول فزد في إحسانه أي في جزاء إحسانه وثوابه، وقول وإن كان مسيئا أي بعمل المعاصي، وقول فتجاوز عنه أي عن سيئاته كما في بعض النسخ، وهذا في غير الأنبياء، أما فيهم فيأتي بما يليق بهم. يعني ما يجيش في نبي يقول اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته وبيصلي على نبي، ما يليقش كويس. وقال بعضهم يأتي بذلك ولو في الأنبياء اتباعا للوارد، بعض الناس قال لك يعمل كده لأن ممكن يبقى السيئات بالنسبة للنبي يعني فعل بخلاف الأولى ويبقى تمشي كده على النمط واحد، لكن أنا ما بعملش الحكاية دي، ما ملش لهذا الرأي، لكن يجوز على اعتبار أن فعل خلاف الأولى، والأنبياء لا تفعل خلاف الأولى إلا للبلاغي على فكرة، لا تفعل خلاف الأولى إلا لغرض البلاغ والبيان، لكن هم أصلا أهل همة عالية فما يفعلوش خلاف الأولى كده إلا للبيان. النبي بال واقفا لبيان أن البول واقفا جائز فلا يفعل خلاف الأولى إلا للبيان. النبي أكل واقفا لبيان أنه جائز ففعل خلاف الأولى من أجل البيان كويس. يبقى وهو يفعل خلاف الأولى بالنسبة له هو الأولى لأنه بلغ ما أنزل إليه، فإن لم تفعل فما بلغت رسالة، فيكون في ظاهره خلاف الأولى وفي حقيقته بيان، فهو إيه؟ فهو أولى في حقه. فهمت؟ وعشان كده حكاية إن النبي قد يفعل خلاف الأولى فيبقى سيئات في حقه، أنا ما بحبش إيه التعليل ده، لأن النبي لما يفعل خلاف الأولى يفعله لغرض البيان والبيان عليه واجب، فيكون خلاف الأولى في حقه واجب. حلوة دي؟ الحمد لله. موافقون؟ الحمد لله. وهذا في غير الأنبياء، أما فيهم فيأتي بما يليق بهم. وقال بعضهم يأتي بذلك ولو في الأنبياء اتباعا للوارد، ويحمل على الفرض بمعنى وإن كان مسيئا فرضا، أو على أنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، فالمراد بالسيئات الأمور التي لا تليق بمرتبتهم، وإن كانت حسنات لكون غيرها أعلى منها فتعد بالنسبة لمقامهم سيئات. يعني الإنسان ساعة ما يبقى مقامه عالي يحس ان الحاجة اللي غيره لو عملها يفتكرها طاعة هو يعتبرها معصية. فهمتني ازاي؟ ما يبقى انسان مقامه عالي، زي مثلا احد الاولياء الصالحين بيقولوا له لما تصوم منذ 40 عاما لا تفطر الا ايام الاضحى والفطر، الايام المنهي عنها صايم طول السنة كده على طول بقاله 40 سنة. قالوا ليه بس بتعمل في نفسك كده؟ قال منذ 40 عاما قلت الحمد لله فأصوم ليغفر الله قولي الحمد لله. هو الحمد لله دي حرام بيستغفر منها؟ فقالوا له ازاي؟ قال كنت تاجرا وعندي حانوت في بغداد، يعني عنده دكانة، فكنت أصلي في المسجد صلاة الضحى فقيل لي إن السوق احترق إلا حانوتك، فقلت الحمد لله، ثم تذكرت أني أحببت لنفسي ما لا أحب للمسلمين، فاعتبر أن قول الحمد لله عند هذا لم يشارك المسلمين أحزانهم اللي هم أهل السوق اللي احترق أموالهم، فاعتبر أنها معصية. شفت بقى رقة الطبع والفهم؟ فقعد يصوم يوميا عشان يكفر سيئاته عشان يشعر بالمسلمين وما يبقاش مصلحته بس، لأن لا يؤمن أحدكم حتى إيه يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهمت؟ فقد يكون الإنسان في ظاهره عابد وفي الحقيقة عاصي، زي قوله الحمد لله عند مصيبة عامة لكل الناس إلا هو، فلما يجي يحمد الله على هذا سعيدا مبسوطا منشرحا
على ان هو نجي منها ولم يشارك المسلمين احزانهم، يبقى هنا يبقى عاصي، لان المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعض، مش كده؟ برضه لازم يحس بالمسلمين. ادي معنى ان ايه، ان الانسان قد يفعل طاعه وتكون في حقه معصيه وفي حق غيره طاعه. واضح؟ لما يبقى من العوام ويقول الحمد لله ما يجراش حاجه، لكن هو عنده رقه طبع، فادرك ان كلمه الحمد لله دي ما جاتش في موقعها، ده لما جت في موقعها طلعت ما تليقش. فهمت؟ زي ما تقرا قران في ايه، في الخلاء وانت بتتبرز تبقى عاصي. طب ده قران، في حد يقرا قران ويبقى عاصي؟ اه، لانه بيقرا مش في مكانه، بيقرا مش في مكان، او يقرا القران وهو جنب يبقى عاصي. وبيقرا قران، اه بيقرا، الناس كلها سامعه بيقرا قران، ايه الحلاوه دي؟ لكن يبقى عاصي عند الله. ليه؟ لانه بيقراه وهو جنب. فهمت بقى ازاي؟ فربنا ياخذ بايدينا الى ياخذ الكرام عليه. ولقه برحمتك رضاك، اي وانله واعطيه بسبب رحمتك عليه رضاك عنه. ويجوز في لقه تسكين الهاء، لقه، تقول ولقه رضاك، وكسرها ولقه مع الاشباع، او ولقه ولقه يعني ايه مع الاشباع ودونه وغير الاشباع، وهي ضمير عائد على الميت مفعول اول، ورضاك مفعول ثاني. وقه فتنة القبر، اي واحفظه من التلجلج في جواب سؤال الملكين، فقه من الوقاية وهي الحفظ، وفي الهاء التسكين والكسر مع الإشباع ودونه. وقه وقه فتنة القبر، ما تقدم فيما قبل، وهي ضمير عائد على الميت مفعول أول، وفتنة القبر مفعول ثاني، وهي التلجلج في الجواب، فالمراد من ذلك توفيقه للجواب، وإلا فالسؤال عام لكل أحد. وإن لم يقبر كالغريق والحريق، وإن سحق وذري في الهواء أو أكلته السباع، فالتقييد بالقبر جرى على الغالب، ويستثنى من عمومه الأنبياء وشهداء المعركة وكذا الأطفال، فلا يسألون، دول لا يسألون في قبورهم، الأنبياء وشهداء المعركة والأطفال دول ما فيش هيتسألوا في قبره، فلا يسألون على المعتمد لعدم تكليفهم. سيدنا معروف الكرخي من الأولياء الكبار، أسلم على يد، كان أصلا مجوسي، وأسلم على سيدنا علي الرضا ابن سيدنا موسى الكاظم ابن سيدنا جعفر الصادق ابن سيدنا علي زين العابدين محمد الباقر ابن سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين ابن سيدنا علي. سيدنا معروف الكرخي ده كان مجوسي وهرب من فارس ودخل بغداد، فتعرف على سيدنا علي الرضا، وكان أيام الخلافة العباسية، فأخذه وعلمه الدين فأسلم وبقى من الأولياء الكبار سيدنا معروف الكرخي، وله مقام يزار في بغداد، ربنا أكرمني وزرته الحمد لله. فيقال إن سيدنا معروف الكرخي ناس شافوه في رؤى من الأولياء الصالحين التانيين، فشافوه في الرؤية وهو في قبره كيف سئل وكيف أجاب. فبيقول لما جاءه الملكين فقالوا له من ربك؟ قال معروف. قالوا له من ما دينك؟ قال معروف. قال ومن نبيك؟ قال معروف. فالملائكة استعجبوا، ايه معروف معروف معروف. فسألوا ربهم فقال لهم ذاك عبدي معروف، اتركوه فإنه معروف. فدي بقى ايه من الحاجات اللطائف بتاعت الأولياء يعني. وقيه فتنة القبر، أي واحفظه من التلجلج في جواب سؤال الملكين. فاحنا قلنا إن إيه، الأنبياء وشهداء المعركة وكذا الأطفال، فلا يسألون على المعتمد لعدم تكليفهم. وما ورد من أن من واظب على قراءة تبارك الملك كل ليلة لا يسأل ونحوه، يحمل على أنه يخفف عنه في السؤال بحيث لا يفتن في الجواب، ولا يسأل إلا في القبر الذي يبعث منه، ولا يسأل إلا في القبر الذي يبعث منه. فمن كان ينقل بعد دفنه لا يسأل حتى ينقل، يعني يتأخر سؤاله حتى ينقل. ده محل اجتهاد وخلاف بين العلماء، يعني هل الواحد أول ما يدفن يسأل، ولا لو دفن في قبر وكان ربنا كاتب أنه هيتنقل من القبر ده يقوم ربنا يأجل سؤاله لحد ما يتنقل؟ ده محل خلاف بين العلماء. كويس؟ لأن العلماء يقول لك هو هيسأل في القبر اللي هيبعث منه، مش كده؟ طب افرض هينقل، يبقى يسأل مرتين،
لم يرد ان واحد بيتسأل مرتين. فالعلماء قعدوا ايه اجتهدوا مع بعضه. انا اميل ان هو يسأل في القبر اللي يدفن فيه اولا، فاذا نقل لا يسأل مرة اخرى. انا اميل للرأي ده، يعني هو هيقعد من غير سؤال؟ يعني هيقعد يضيع وقته؟ افرق قاعد 10 سنين 20 سنة، طب ما هو اصل بناء على السؤال هيبقى قبره روضة من رياض الجنة او حفرة من حفرة، يعني هيقعد 10 سنين كده اهو في قبره مستني كده اهو، مش عارف هيبقى حفرة ولا روضة. فأنا أميل إن هو يتسأل بمجرد دخل قبره، وإن هو لو نقل إلى قبر آخر لا يعاد سؤاله. سهلة الحكاية، أنا أميل لهذا. لكن بعض العلماء زي هنا الشيخ البيجوري رأيه لا، رأيه إن هو لو هينقل إلى قبر آخر يفضل مؤجل مؤجل لحد ما يدفن في الحتة اللي مش هيدفن تاني اليوم القيامة في غيرها، بعد كده بقى يسأل. كويس، أي دي محل برضه خلاف بين الناس، ما يضرش. أي دي خلافات ما يضرش، محل اجتهادات مش إشكال فيه. ويقال للملكين منكر بفتح الكاف ونكير، لأنهما يأتيان للميت بهيئته منكر بهيئة منكرة سواء المؤمن والكافر على المعتمد، خلافا لما جرى عليه المحشي تبعا للقليوب من أن منكرا ونكيرا للكافر ومبشرا وبشيرا للمؤمن، ومع أحدهما مرزبة لو اجتمع عليه أهل منى ما أقلوها أي رفعوها، قال صلى الله عليه وسلم وهي في يده كهذه العصا في يده، والسؤال قبل ضمة القبر، ويسألان كل أحد بلغته على الصحيح. أنا أميل كده أن يسألوا كل واحد باللغة اللي يفهم، لكن إيه في ناس قال لك لا ده هيسألوا بالسرياني، بالسرياني اللي هي لغة سيدنا آدم، يقال أن لغة سيدنا آدم كانت السرياني، لكن هو سيدنا آدم تعلم كلم الأسماء كلها، يعني تعلم اللغات كلها على الراجح. لكن على أي حال ده برضو محل خلاف بين العلماء، هل سؤال القبر بلغته بلغة الميت ولا باللغة العربية ولا بالسرياني؟ قال لك ولو لم يكن متكلما بالعربية بعد وفاته فالروح دراك، فيبقى عارف العربية، لو كلموه بالعربية يفهمها على طول بعد وفاته، لمن قال أنها بالعربية مطلقا، وأن لغة أهل الجنة العربية أيضا، واخد بالك؟ كلهم من جميع الأمم يتكلموا عربي في الجنة خلاص لغة واحدة، خدت بالك؟ فيبقى برضه يسأل بالعربية، لأن الروح طبيعتها دراكة، فإذا خرجت من الجسد عادت إلى إدراكها، فإذا سألوها بالعربية فهمت حتى ولو لم كان يكن يتكلمها. محتمل، ومحتمل أن يسأله بلغته، محتمل. وقيل وأنا لا أميل لهذا أن هي بالسرياني قاله البلقيني. طيب، وقيل بالسرياني، ولذلك قال السيوطي ومن عجيب ما ترى العينان أن سؤال القبر بالسرياني أفتى بذاك شيخنا البلقيني ولم أره لغيره بعيني بعيني. كويس، ده يعني كأن الإمام السيوطي يعني تعجب لرأي الإمام البلقيني. والسؤال أربع كلمات على القول بأنه بالسرياني، وهي أتره أترح كاره سلحين. وعشان كده قالوا لو حفظ الواحد الأربع أسئلة دي ده دليل على حسن الخاتم. أطرح 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 كاره سلحين، أطرح أطرح يعني قم يا عبد الله، أطرح يعني قم يا عبد الله، كاره يعني ما دينك، سلحين أطرح يعني ما دينك، كاره من نبيك، وسلحين من ربك، أو إيه واحدة فيهم كده يعني. فمعنى الأولى قم يا عبد الله، ومعنى الثانية في من كنت، ومعنى الثالثة من ربك وما دينك، ومعنى الرابعة ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وفي الخلق أجمعين. وقد ورد أن حفظ هذه الكلمات الأربع دليل على حسن الخاتمة كما بخط الميداني. شفت بقى أن في أمور في العقيدة كثيرة خلافية ولا تفسد الود قضية. لكن جماعة الوهابية يقول لك لا خلافة في العقائد، مش كده يقول لك كده؟ لا غلط، في خلاف كبير في أمور كثيرة، فروع في العقيدة كفروع في الفقه، في فروع في العقيدة كفروع في الفقه بالظبط، تختلف فيها ما تختلف تفضل برضو من أهل الإسلام ومن أهل الدين. كويس، من بينها هل النار تفنى ولا لا تفنى، ده برضو من ضمن إيه فروع خلافات العقيدة. فعلماء قالوا النار تفنى ولا يبقى إلا الجنة، في علماء قالوا لا تبقى، ما يجرش حاجة، ناس قالوا كده وناس قالوا كده، وأنا أميل أنها لا تفنى
ما يجراش حاجة، واللي قال إنها تفنى ما زعلش منه. سيدنا عمر بن الخطاب كان راجل إنها تفنى، إيه ما يجراش حاجة؟ ما يجراش حاجة، صح ولا لأ؟ مش مشكلة يعني. وعذابه من عطف العام على الخاص، لأن فتنة القبر من عذابه. وأفسح له في قبره، أي وسع له فيه بقدر مد البصر، إن لم يكن غريبا، وإلا فمن محل دفنه إلى وطنه. والقريب والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نسأل الله أن يجعله روضة من رياض الجنة. قول وجافي الأرض إلى آخره، أي وباعد الأرض إلى آخره، والمراد منه تخفيف ضمة القبر عليه، وإلا فلا معنى لمباعدة الأرض عنه حقيقة، بحيث يصير مرفوعا عنه. وقوله عن جنبيه، أي اليمين واليسار، وفي رواية عن جنبه بالإفراد، أي الذي هو عليه، والذي في بعض نسخ الإمام الصحيحة عن جثته بضم الجيم وفتح المثلثة المشددة، قال في المهمات وهو حسن لدخول الجنبين وغيرهما كالظهر والبطن. قول ولقه برحمتك الأمن، فيه ما تقدم في لقه، يعني لقه ولقه ولقه برحمتك رضاك. وقول من عذابك، أي الشامل لما في القبر ولما في يوم القيامة، وأعيد بإطلاقه بعد تقييده فيما تقدم بالقبر اهتماما به، لأنه المقصود من هذه الشفاعة. قول حتى تبعثه، أي إلى أن تبعثه. وقول آمنا بالمد، أي من الأهوال. وقول إلى جنتك متعلق بتبعث. ويقول في الرابعة، اللي آخر حاجة بقى فاضل لنا كم سطر كده نخلص صلاة الجنازة، ويقول في الرابعة، يعني التكبيرة الرابعة، أي بعدها ندبا لما تقدم من أنه لا يجب بعد الرابعة شيء، فلو سلم عقبها جاز، ويسن تطويلها بقدر الثلاثة قبلها. ونقل عن بعضهم أنه يقرأ فيها قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. لحد هنا دي في سورة الغافر. حتى قال الشيخ البابلي: نعم وردت هذه في بعض الأحاديث، لكن لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن، لأن ساعات بتصلي على ميت مثلا في وقت حر ويكون ميت بقاله عدة أيام وبطنه منفوخة كده، فما تقعدش بقى تقرأ لما ينفجر في وشك، يعني خلص بقى بسرعة ودفنوه بسرعة، خدت بالك؟ لكن لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن، فالقياس كما قاله الأزرعي الاقتصار على الأركان وترك السنن. قول اللهم لا تحرمنا بفتح التاء، ولا تحرمنا بضمها، من حرمه وأحرمه، والأولى أفصح. وقول أجره، أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة، لا تحرمنا أجره. وقول أجره، أجره أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به، فإن المسلمين كالعضو الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. وقول ولا تفتنا بعده، أي بالابتلاء بالمعاصي. وقول واغفر لنا وله، ولا بأس بزيادة وللمسلمين. قول والسلام هنا، أي في صلاة الجنازة اللي هو آخر ركن بقى، السلام أي في صلاة الجنازة. وقول في كيفيته، أي كالتفاته، في التسليمة الأولى على يمينه وفي الثانية على يساره. لو اكتفى بتسليمة واحدة يبقى بالأمام كده، السلام عليكم ورحمة الله، لو هيكتفي بتسليمة واحدة في الصلاة أو غيرها، في صلاة الجنازة أو صلاة الفريضة، كويس. لو هيقول تسليمتين يبقى يتوجه لليمين في الأولى والثانية للشمال، لأن في ناس بيكتفوا بتسليمة واحدة زي صلاة الجنازة في الحرمين بيسلموا تسليمة واحدة، فالمصريين يروحوا عامل إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله على اليمين ويسكت. طب أنا توجهت اليمين توجه للشمال وقول الثانية، لكن لو عايز تكتفي بواحدة يبقى تقولها وأنت مواجه القبلة عشان تيجي يمين وشمال، مش كده برضه؟ فتقول السلام، ودي تغيب على كثير من الناس. فيبقى الأولى عندنا كشافعية إنه يسلم تسليمتين يمين وشمال، واليمين هي الركن والشمال سنة. وفي الثانية على يساره. وقول وعدده، أي كونه تسليمتين، لكن الأولى واجبة والثانية مندوبة كما في صلاة غير الجنازة.
قوله لكن يستحب زيادة ورحمة الله وبركاته استدراك على الكيفية، وظاهره أن قول ورحمة الله لا يسن في غير صلاة الجنازة وليس كذلك، بل يسن فيها وفي غيرها. وما أفاده من سن وبركاته هنا ضعيف، والمعتمد أنها لا تسن هنا كما لا تسن في سائر الصلوات. عند الشافعية لا يسن تقول وبركاته حتى في الصلاة، تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، دي الشافعية كده. في بعض المذاهب الأخرى تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعض المذاهب تقول وبركاته في اليمين والتانية ما تقولهاش في الشمال. كل ده جائز عند المسلمين، مذاهب واسعة كتيرة. الشافعية اختاروا انك ما تقولش وبركاته. طيب امتى تقول وبركاته؟ في رد السلام او في إلقاء السلام، في رد السلام او في إلقاء السلام، خدت بالك؟ ولا تسن هنا ولا في سائر الصلوات، فلو حذف هذا الاستدراك لكان أولى والله أعلم. ونقف على دفن الميت، ندفنه يوم السبت القادم إن شاء الله. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جريدة الرياض اليومية حول العالم، يوم الأحد 12 صفر 1427 12 مارس 2006، بيقول هنا خالد بن سنان النبي الذي ضيعه قومه، فهو عامر الأحمدي. جاء في السنة المطهرة أن عدد الأنبياء الذين أرسلهم الله لخلقه بلغ 24,000. أبدا، ده 124,000 حديث أبي ذر في مسند أحمد، 124,000، وهو حديث ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد، لكنه أخذ به بعض العلماء وقالوا من اعتقد أنه 124,000 فقط خطأ، ولكن إذا اعتبرها واردة كبشارة أو شيء من هذا، معلومة مش عقيدة يعني، لا بأس، لأنه حديث ضعيف كده برضه. ومن اعتقد أنهم أقل أو أكثر يبقى أخطأ فيسيبها. منهم من قصصنا عليكم ومنهم من نقصص، لكن هو وارد في حديث ابي ذر ان عدد الانبياء في حديث مسند احمد رواه الامام احمد في مسنده باسناد ضعيف انهم 124,000 وليس 24,000 بس. لم يذكر منهم في القران سوى 25، يبقى لازم نصلح الحته دي، مش 24,000، ده هم 124,000، منهم 313 رسول، منهم 5 اولي عزم. كويس؟ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكان من بين هؤلاء نبي عربي ظهر قبل الإسلام يدعى خالد بن سنان، قال عنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذاك نبي ضيعه قومه. وقد جاء في بعض المصادر أنه كان يحث العرب على دين عيسى عليه السلام، ولم يكن في نسل إسماعيل نبي عربي غيره قبل ظهور خاتم الأنبياء. وقال عنه ابن الأثير من معجزاته أن نارا ظهرت بين العرب فافتتنوا بها وكادوا يدينون بالمجوسية من أجلها فأطفأها وهو في وسطها تتأجج. وقد جاء في بعض الأحاديث أن ابنة خالد بن سنان وتدعى محياة وفدت على رسول الله فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وقال ابنة نبي ضيعه أهله. وفي رواية أخرى مرحبا بابنة أخي، كما جاء في كتاب الإصابة للعسقلاني وتاريخ الخميس للبكري والأعلام للزركلي وزاد المعاد لابن القيم الجوزية. وكان نبينا الكريم كثيرا ما يسأل عنه وفود بني عبس قبل مقدم ابنته كما يوحي تسلسل الروايات. فقد أخرج ابن شاهين في الصحابة أن مشيخة أو جماعة من بني عبس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له قصة خالد بن سنان فقال لصحابته ذاك نبي ضيعه قومه. ونقل المسعودي في مروج الذهب عن أبي هريرة أنه قال قدم ثلاثة نفر من بني عبس على رسول الله فسألهم عن خالد بن سنان فقالوا لا عقب له، فقال نبي ضيعه قومه، ثم أنشأ يحدث عنه حديث نبوة. كما جاء في زاد المعاد أن وفدا من بني عبس قدموا للمدينة فقالوا يا رسول الله قدم علينا قراؤنا فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له إلى آخره. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيث كنتم فلن يلتكم الله من أعمالكم شيئا. ثم سألهم عن خالد بن سنان فأخبروا أنه لا عقب له وإنما كانت له ابنة فانقرضت، فأنشأ يحدث عنه حديث نبوة. ومن القصص التي تروى عن خالد بن سنان أنه أطفأ نارا غليظة كانت تخرج من صدع في الأرض قرب ديار عبس، وقد تكون من الشقوق البركانية التي يرى شبيهها حتى اليوم
في حرار المدينة، وكانت هذه النار تسيح في الأرض فتقطع الطرق وتأكل ما حولها، فهابها الناس وكادوا يعبدونها. وحين افتتن بها قومه قال لهم: سأطفئ عنكم نار الحرتين. فقال له عمار بن زياد وهو من أشراف عبس: والله ما قلت لنا قط إلا حقا. فانطلق معه برفقة 30 رجلا، وحين وصلوا إلى النار خط لهم خطا فأجلسهم فيه، وقال: إن أبطأت عليكم فلا تدعوني باسمي حتى أعود. فخرجت النار نحوهم، فاستقبلها خالد بعصاه وظل يضربها حتى أعادها لمكانها ودخل معها الشق. وحين أبطأ عليهم قال عمار بن زياد: والله لو كان صاحبكم حيا لخرج منها الآن. فنادوه باسمه فخرج إليهم وهو يقول: ألم أنهكم أن تدعوني باسمي؟ لقد قتلتموني والله. ولعل هذا المقصود بضياعه قومه ليس هذا فحسب، بل قال لهم حين حضرته الوفاة: إذا رأيتم عيرا يطوف بقبري فاحفروا عني، فإني أخبركم بإذن الله بما هو كائن إلى يوم القيامة. فلما رأوا العير بعد 3 أيام هابوا ذلك، فاختلفوا في نبش قبره فتركوه مكانه. روى ذلك الحاكم وأبو يعلى والطبراني والمسعودي وابن الأثير. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى